في لحظة من لحظات عمرك حسيت بحالة بقى ايه؟ هيبقى معايا فلوس، انا بقيت معروف، انا بقيت مشهور، انا بقيت نجم، بتجيلك الحالات دي؟ لا، لان انا لسه عملتش حاجة. حاسس انك لسه ما عملتش حاجة. طبعا عايز تعمل ايه يا شريف؟ عايز تعمل حاجة كتير طبعا، تكتب تاريخ في النادي الاهلي، تعمل اسم قوي لنفسك، لكن مش موسم ولا موسمين اللي انت خلاص كده بقى انت اجمد حد في الدنيا، لا. اهم حاجه الاستمراريه. انا عارف ان انا يمكن انا بقول الكلام ده بحط ضغط على نفسي اكتر. الاستمراريه مهمه جدا، الاستمراريه دي اللي بتخلي الشخص لا لعيب جامد. اللي انت تبقى لعيب جامد لازم تستمر. لو جالك عقد احتراف دلوقتي تروح؟ وانا سامع ان في عقود. انا والله العظيم مش كلام، انا بالنسبه لي انا مش فارق معايا اللي النادي الاهلي عايزه، انا ما عنديش مشكله فيه. لو يعني لو الاهلي وافق وكنا سامعين عن جلطة سراي، هل ده كلام دقيق؟ انا عن نفسي ما بشغلش دماغي باي حاجه من الحاجات دي. في طبعا في، بصي، طول ما انت ماشيه كويس بتلعبي في النادي الاهلي هيجي لك عروض. أيوة، ده افرض طبيعي. افرض الاهلي قال اوكي، انت مستعد انك تسافر دلوقتي ولا تفضل تقعد اكتر؟ بدام الاهلي قال اوكي خلاص مفيش مشكله. مين مثلك بس حسب يعني حسب العرض ده. انا برضو يعني مثلا الاهلي قال اوكي تمام، انا بشوف العرض ده ممكن يكون مناسب ليا ولا لا. ايه اللي هيبقى مناسب ليك، الفلوس ولا السفر ولا ايه؟ دوري، نوع الدوري اللي انت رايحه. نوع الدوري يعني دوري ايه يعني مثلا؟ بالظبط. انت اولوياتك في الدوري، الدوريات اللي بره مش إيه؟ مش شرط، انت ممكن تلعب في دوري مثلا زي اي دوري، بس يكون الفرقه اللي فيه فرقه قويه مثلا وبتلعب شامبيونز مثلا الدوري، مثلا الفرق فرق دوري معين مثلا. المكان اللي انت رايحه ده مثلا هيضيف لك، هيخليك تروح مكان اعلى. طب هتقف عند المكان ده. في ناس كتيرة بتقلق من فكرة الاحتراف والسفر بدري، انت بالنسبة لك ايه؟ لا، انا مش حوار بقلق، انا زي ما قلت لك هو المكان المناسب والوقت المناسب. كل حاجة بتيجي في وقتها. بتفكر في دوري عربي ولا دوري اوروبي؟ انا بفكر مع النادي الاهلي. بتفكر تفضل مع النادي الاهلي؟ ما بفكرش في اي حاجه تانية.